ورجعنا لكم تاني، وحابة أصالحكم علشان في ناس زعلت مني وقالت لي أنت قلبت الموضوع جد قوي ودخلنا في مشاكل طلاق ومشاكل جواز وقانون أحوال شخصية. فحبيت النهاردة أصالحكم بحلقة بفقرة خفيفة جدا، ضيوفي فيها الفقرة اسمها أنا وماما، ضيوفي فيها اللي برحب بشجاعتهم جدا ان هم شرفوني النهارده في البرنامج. على فكره هم شجاعين جدا ان هم الاثنين جم. دكتوره ميهان حسن، دكتوره ادب عبري بجامعه القاهره، اهلا وسهلا. وبنتها ساندرين محمد عامر، طالبه في الصف الاول الاعدادي، مظبوط؟ صح. ازيك يا ساندي؟ اسمحي لي اقول لك ساندي. اوكي. اسمحي لي اقول لك يا مي. تمام. شرفتوني طبعا انتوا الاثنين، اهلا وسهلا. احنا النهارده هنلعب لعبه حلوه قوي، اوكي؟ لعبه ما بين هل امهات يعرفوا كل حاجة عن ولادهم، وهل الأولاد يعرفوا كل حاجة عن أمهاتهم ولا لا. خلينا نشوف في اللعبة اللي احنا هنلعبها مع بعض دي. الحاجة التانية، هل انتوا تعرفوا الجيل بتاعنا كان بيحب ايه ويسمع مين ويتعامل ازاي؟ واحنا يا دكتور هل احنا نعرف المصطلحات بتاعتهم والاكسبريشنز اللي بيقولوها لبعض والبرامج اللي بيحبوها؟ خليني ما اطولش عليكم وخلينا نبدأ اللعبة بفقرة أنت تعرف ولا لا، أوكي؟ خليني أبدأ معاك يا ساندي. في مسلسل، سوري، في حاجة كان اسمها لن أعيش، أنا غششتك أصلاً. في حاجة اسمها كان لن أعيش في جلباب أبي، أوكي؟ أوكي. دي مسلسل ولا فيلم ولا كانت برنامج؟ مسلسل. أنا غششتك. اتفرجت عليه؟ لا. خالص؟ ما تعرفيش ولا حلقة من حلقاته؟ لا. طيب السؤال ليكي يا دكتور معي، ملفيسنت هل هي فيلم ولا لعبة ولا برنامج؟ مش عارفة بصراحة. طيب ماما هتقول لي ساندي لن أعيش في جلباب أبي كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن مسلسل طبعاً. كان عبارة عن مسلسل، وكان مسلسل حلو جداً وكسر الدنيا متهيألي، وما زلنا لغاية دلوقتي بنتفرج عليه، بنحبه لأن يعني من الحاجات من العلامات الجامدة جدا في الدراما التلفزيونية. ملفيسنت فيلم. بطولة ايه؟ بطولة مين؟ يعني ايه بطولة مين؟ مين اللي مثلته؟ لا معرفش دي بصراحة. انجلينا جولي. انت اتفرجت عليه ولا لا؟ اتفرجت عليه. بس هو حلو قوي، فيلم حلو قوي بطولة انجلينا جولي، كانت عملت منه جزئين وكان فيلم رائع. طيب فريد الأطرش هل هو مطرب؟ هل هو صحفي؟ هل هو رجل أعمال؟ مطرب. برافو. برافو. أنت شاطرة. بتعرفي له حاجة؟ تعرفي حاجة من أغانيه؟ إيه لا أنا خمنت. كده. لا بس برافو عليكي. طيب ماي، أريانا جراندي هل هي ممثلة؟ مطربة؟ لاعبة جمباز؟ مش عارفة برضه، مطربة؟ ايه بالظبط. هو احنا بدانا الحلقه كده يعني بدايه كويسه ان شاء الله وعرفنا بعض. خلينا نبدا اللعبه بتاعتنا. ساندي انا هسال ماما اسئله عنك، لو صح هترفعيها ان هي هترفعي السمايل فيس، ولو خطا هترفعي الساد فيس. جاهزه معي؟ جاهزه حبيبي. طيب خلينا نبدا بسؤال. اول سؤال، لو ساندي معاها مليون جنيه هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل شوبينج. ساندي. طيب ساندي بتحب الشتاء ولا الصيف؟ لا بتحب الشتاء. ليه يا ساندي؟ قولي. انا ما بحبوش، بحب الصيف اكتر عشان فيه بقى تصيف والجو بيبقى حلو، ما بقاش حر يعني وكده، ما بقاش برد يعني. عشان تقدري تعملي كمان الاكتيفيتيز اللي انت عايزاها، تسافري مصيف وكده. طيب السؤال الثالث يا مي، لو ساندي، انا عارفه ان ساندي بتلعب باليه وما شاء الله انا عارفه ان هي كمان يعني متفوقه في موضوع الباليه ده، بس لو ساندي حابه تلعب رياضه ثانيه غير الباليه هتختار ايه؟ اي ثينك يا باسكت بول يا هاند بول. يا باسكت. اوكي صح. برافو. ماما اجابتها كويسه يا ساندي. طيب ساندي بتستخدم ايه في الابس اكتر؟ بتستخدم التيك توك، الفيسبوك، الانستجرام، ولا حاجه ثانيه؟ هي مش شغوفه قوي عامه بالسوشيال ميديا، بس لما بتقعد يعني خصوصا فتره الحظر كانت تيك توك كان ده اللي كان مجننها فتره الحظر. صح. وغير فتره الحظر ايه؟ لا هو اكتر يوتيوب. اكتر اليوتيوب. طيب ماما ليها اليوتيوب. ماما ليها اكونت على الفيسبوك؟ ايه. انت ليكي اكونت؟ عامله لها لايك ولا عامله لها فريند ولا عامله لها اد؟
وايه اكتر بوستات اللي ماما بتنشرها؟ إيه لا اصلا انا مش بفتحه كتير، انا بفتحه يعني لقط معينه بس. طب ماما ليها اكونت على تيك توك؟ لا. طب ايه رايك لو ماما عملت اكونت على التيك توك وبدات تنشر حاجات فيديوز بتاعتها؟ براحتها. برافو عليكي. برافو عليكي. برافو عليكي. إيه ساندي لو هتحب تسافر تعيش بره مصر هتختار ايه؟ باريس. ساندي خديني معاكي. اكتر بلد بتحبها ليه يا ساندي؟ هي جميله وعشان انا بحب الفرنش كمان وماشي مع الباليه عشان كده بحبها قوي. سافرتيها قبل كده؟ ايه لا بس اتمنى تسافريها. ان شاء الله باذن الله. احكي لي عن الباليه، انت بتلعبي باليه من امتى؟ من وانا عندي 8 سنين ونص، يعني بقالي تقريبا 5 سنين كده. كنت بلعب في الاوبرا وعملت حفلة سوان ليك. طب وفي الوقت اللي في الحظر كنت بتمارسي اي نوع من انواع الرياضه؟ الباليه برضو، وبشتغل في البيت برضو تمارين بطلع من على اليوتيوب اكسرسايز اعملها علشان تفضل فلكسبيليتي موجوده. عشان انت حابه صح؟ طيب ايه رايك في اجابات ماما لغايه دلوقتي؟ لسه احنا هنكمل، بس ايه رايك في الاجابات بتاعت ماما لغايه دلوقتي؟ يا شطور. الحمد لله. طيب اكتر ماده ساندي بتحبها؟ هما مادتين، الانجليش والساينس. اوكي. لا برافو. لا ده ماما متابعه معاكي. ماما بتذاكر معاكي يا ساندي؟ الساينس بتذاكره لي. والانجليش اوقات واوقات لو في حاجه عطلت فيها يعني. دكتور مي انت بتذاكري معاها؟ اول سنه يعني ارفع ايدي واسيبها هي اللي تذاكر لوحدها كان السنه دي. برافو. وشي دوت يعني. وعاملين ايه في موضوع الاونلاين؟ ما بتحضرش كتير. بس هي بتذاكر يعني، هي بتذاكر. بس انت بتشتكي من ايه في الاونلاين؟ ان هو بيبقى في بابليك شات، ف مش بيسيبوا السيشن يعني وبيقعدوا يبعتوا. فبيعملي ده على الشاشه ان هم بيبعتوا، فمش بنعرف نركز كويس. وفي ناس مدرس مثلا ما بيقفلش الموضوع ده؟ لا ما بيقفلوا، ساكتين شويه وفي الاخر بيقفلوا. وفي ناس بتفتح المايك فبتضطر انها تقفل المايك والبابليك شات فبنعرفش نجاوب. بس عارفه تتعايشي معاه يعني؟ عارفه تتعاملي معاه؟ لا هي منسجمه معاه يعني، هي اصلا كانت بدايته قبل كده كانت بتاخد كورس انجلش وكانت بتاخده اونلاين. فهي بالنسبه لها الموضوع الاونلاين ما كانش يعني. لو هسالك سؤال بس بره الاسئله دي، لو ساندي حابه تكمل كده تكمل على طول اونلاين دراسه بالنسبه لساندرين؟ ان انا بثق فيها جدا وفي اختياراتها عامه يعني. طب الحمد لله. ده شيء رائع. لا ساندرين ان شاء الله. خلينا طيب نكمل الاسئله. لو ساندي مديره اوكي، مديره مؤسسه، مديره بزنس خاص، مديره في شغل يعني في منصب اداري، وحد غلط، ايه الموقف اللي ساندي هتعمل معاه؟ بتلتزم الصمت. لو حد من الموظفين اللي تحتها؟ ساندرين من النوع اللي بتسكت. ما تناقش، دي شخصيتها. هي اصلا مش شخصيه عصبيه، مش شخصيه انفعاليه، انفعالاتها كلها داخليه. ده ساندرين. ف كاداره ما اعرفش. فعلا كده. يعني لو انت حد، لو انت مديره وحد غلط، حد غلط من الموظفين بتوعك، هتاخدي اكشن معاه ازاي؟ ايه القهوة انا انت المديره بتاعتهم هتعمله بانش، بس عارفه في هدوء يعني. ولا سايلنت؟ لا انا هوجهه. يعني هوجهه الاول. عشان ممكن لو عمل نفس الغلطه او عمل مشكله تاني ساعتها ابقى اعاقبه بقى. يعني مش هتطرديه على طول؟ لا لا ما ينفعش. ممكن يكون هو يعني حد كبير بالنسبه لي يساعدني قدامه كده يعني. اوكي حلوه الاجابه دي، عجباني الاجابه دي. طيب السؤال التاني ساندي. انت قلتي في الاول لو معاها 1,000,000 جنيه هتنزل تعمل شوبينج. اكيد. ايه اكتر قطعه ساندي بتحبها في لبسها؟ يعني لو هي هتنزل مثلا، هل هتشتري فساتين، هتشتري بنطلونات، هتشتري جيبات مثلا؟ لا ساندرين بتميل للكاجوال اكتر، لبس الفانكي يعني، خصوصا في الفتره دي من عمرها انا ملاحظاها دي ميولها. نادرا بقى لما تسمع كلامي تجيب سكيرت، تجيب دريس كده، نادر جدا. انت عايزاها ايه يا دكتور؟ انت عايزه تجيب ايه؟ عايزاها تجيب ايه؟ انا عشان شكلها وكده وجسمها، فانا شايفه ان الدريسز والسكيرتس والحاجات دي تبقى حلوه عليها، بس هي مش غاويه كده قوي. انت ايه رايك؟ وانا فعلا بحب كده كاجوال. يعني فعلا لو معاكي 1,000,000 جنيه هتنزلي تشتري بيه كله لبس كاجوال؟ ايه لا مش كله يعني. هتشتري ايه؟ ايه اكتر حاجه بتحبي تلبسيها؟ يعني ايه اكتر حاجه ترندي مثلا دلوقتي وشايفه ان انت لازم تكون عندك يعني؟ هو انا بحب البنطلونات الواسعه قوي. أوكي. بتبقى حلوه وبيبقى شكلها يعني رقيق كده، مع انها بتبقى كاجوال برضه في الاخر. انت عارفه يا ساندي ان في فتره من الفترات كان عندنا
البنطلونات الواسعه دي كانت ترند، كانت طبعا ترند وكان رائع جدا. انا عايزه اقول لك ان كل حاجه بتيجي عندكم كانت موجوده عندنا احنا برضو بس بشكل تاني. فاكره يا دكتور مي البنطلونات دي والافلام اللي كانت معموله بالبنطلونات؟ بس الافلام دي كانت قبلنا بشويه. كانت قديمه، افلام في فتره الثمانينات، في بدايه الثمانينات. طيب لو ساندي هتجيب لك هديه، هتجيب لك هديه ايه؟ هي اخر مره جابت لي سلسله بالخاتم بتاعها، لا كان حلق سوري، وكان على ذوقها يعني. انا ما توقعش هي هتجيب ايه. كل مره بتبقى بحاجه شكل بس من النوع اللي بتقعد يعني ترتب وتخطط يعني. ده ساندري. ساندي صح ولا غلط؟ لا 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 يا دكتوره برافو. ما توقعتش كده الصراحه، توقعت هي اصحى جت تقول لي انت هتخسري هتخسري هتخسري. انا متوقعه كده برضه، بس انا يعني كنت قايله لدكتور معي ان ما فيش حوار ما بينكم خالص امبارح، كل واحد لوحده بالظبط كده. طب انا فرحانه بالاجابات دي. طب قولي لي اكتر فيلم ساندي بتحبه؟ الباليرينا. لسه كانت اول امبارح برضه، امبارح واتخانقت مع اخوها عشان عايزه تشوفه. ساندي برضو. طب كويس. طيب ساندي لما بتحبي تخرجي السينما، ساندي يعني لما بتحبي تخرج مع اصحابها بتحبي تروح فين؟ لا هي نقطه البوينت تخرج مع صحابها دي لسه ما جربناهاش ولا مره لغايه دلوقتي. ولو اذا خلتها ممكن تروح الكلاب يعني، تروح النادي مع اصحابها وابقى انا اللي مودياها وترجع مع حد من صحابي. طب ايه رايك يا دكتور في اللي بنشوفه خصوصا يوم الخميس في المولات؟ بنلاقي شباب من سنهم منطلقين. ده بالنسبه لي انا مرفوض في الوقت الحالي، لسه مرفوض. انت في الوقت الحالي عشان السن ولا في الوقت الحالي عشان الكورونا؟ لا 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 عشان السن. السن. وهي متجاوبه معايا في البوينت دي. ان كل مرحله عمريه نقدر نعمل فيها ده. فقادرين ان احنا نتفاهم في النقطه دي، لان مش بجيبها لها بنقطه ان انا لازم تعملي او امر او اوردر او لا، لازم يبقى في ديبيت بينا في اي حاجه في اي حاجه، وبسيب لها في الاخر القرار. وحصل انها خدت القرار اكتر من مره فطلع قرارها غلط، فبقت دلوقتي تقول لي ايه مامي اعمل ايه؟ ايا كان الموضوع اللي هتعمله او الحاجه اللي هتعملها لازم ترجعلي فيها ولازم تسالني. من سن كام يا دكتور تحسي ان ممكن هي تقدر تاخد القرار لوحدها؟ طبعا هي فعليا من دلوقتي انا بسيب لها القرار، بس هي اللي بقت تلاحظ ان قراراتي انا اللي صح فبقت تسيب لي انا القرار. بس انا حابه ان لو من دلوقتي انا مش ضد كده، وده بناء على شخصيتها يعني، هي شخصيتها شخصيه ملتزمه. فده اللي مخليني انا ممكن يعني اخليها تاخد القرار وابقى واثقه في قرارها. واثقه في قراراتها. ما شاء الله يعني انا واثقه فيها جدا. طيب هل انت متابعه ساندي على السوشيال ميديا؟ ما انا بقولك يا حبيبي هي اصلا مش غاويه سوشيال ميديا يعني. حتى انا كنت عايزه اعمل لها انستجرام مفيش من اسبوع، لقيتها بتقول يا مامي لا مش دلوقتي. فاستغربت حتى ردها، طيب ايه المشكله لما اعمله لك؟ قالت لي لا يا مامي مش دلوقتي. والفيسبوك انا اللي عملته لها، قلت لها يعني ايه المشكله وما يعني ما تدخلش عليه تقريبا. طيب احنا انا شايفه يا ساندي ان ماما ممتازه تقريبا، ما جاوبتش غير حاجه واحده بس غلط. هنشوف يا دكتور مي ساندي اجابتها مع ماما هتكون ايه. اوكي السؤال الاول، ماما عندها كام خاله؟ خاله واحده. صح برافو. اسم ماما بالكامل للاسم الخامس. الخامس ميهان حسن عبد الحليم حسن. قشطه. اوه توقعتش. ماما فوجئت. اكتر حاجه ماما بتخاف منها؟ البلالين والفيران. البلالين. تخافي من البلالين دكتور؟ اوكي هسالك على الموضوع ده. طيب برافو. طب الحمد لله. اكتر اكله ماما بتحبها؟ اكله هي ماي مش بتمسك حاجه معينه، بس ممكن السمك. تحبي ايه يا دكتور؟ المعجنات عامه، الباستا البيتزا كده، دي اكتر حاجه بحبها. السؤال ده غلطه واحده يعني انت؟ لا اصل السمك بالذات يعني انا مش بحبه. لو اخترتي ابعد حاجه. طيب ماما لو اتعصبت بتهدى ازاي؟ لا انا بسيبها وحدها يعني، مش بحاول ان انا لا لو اتعصبت منك، لا لو اتعصبت بره من اي سبب بره، لا ما ينفعش حد يقرب منها يعني، يبتدي لما تقعد وحدها. صح. اغنية ماما اللي على طول بتدندن بيها؟ اغنية
هي ملهاش اغاني يعني، هي كل فتره بتمسك في اغنيه تانية يعني. دلوقتي حاليا الاغنيه اللي حاليا ماسكه فيها حاليا مش عارفه اسمها ايه، بتاعت مين؟ طيب بتاعت عمرو دياب. عمرو دياب اه الالبوم الجديد غششيها اللي هي اي واحده اللي هي في فاكرها الجو جميل. الجو جميل او الجو جميل دي في الالبوم الجديد بتاعها. اه اوكي هي دي اللي كل شويه بشغلها في العربيه. ده هي قالت كل فتره يعني معنى كده. اه ما انا مش على حسب الالبوم اللي نازل. لا ولغايه لما ازهق من الاغنيه بقى خلاص فما اسمعهاش تاني. طيب يعني هي صح؟ اه هي صح. ماما بتحب القهوه ولا الشاي؟ القهوه طبعا. طبعا. اكتر حد بيكلم ماما في الموبايل؟ إيه ماما بتتكلم معاها في الموبايل. نانيه. صح. اول عربيه لماما كانت ايه؟ تيجو. كانت تيجو. لا ما دي يعني تاني واحده مش اول واحده. بجد؟ تيجو. ايوه يا حبيبتي دي تاني واحده مش اول واحده. ماما اول شقه اتجوزت فيها كانت فين؟ اول شقه هزعل قوي. اسكندريه. صح. ايه الماده اللي ماما كانت بتحبها وهي صغيره؟ الماده اللي ماما كانت بتحبها. انت بتحبي ايه؟ دي انت. انا افتكر انها كانت في الساينس يعني. صح. بس مش فاكره كانت ايه بالظبط. ساينس. ما هي قالت ساينس. بس عموما بصي انا مبسوطه جدا جدا بان في نوع من انواع التواصل ما بينكم. وانا توقعت تقريبا يعني انت تقريبا ما فيش عندك غير غلطه واحده هي السمك، وانت تقريبا يا دكتور عندك غلطه واحده بس كانت في الاول خالص في اول سؤال سالناه. فانا سعيده بالتواصل دون لان احيانا بيبقى في فجوه ما بين الامهات واولادهم سواء البنات او الولاد نتيجه ان هم ليهم جيل ليهم يعني اعداد خاصه بيهم وقعدات وساعات بينزووا مع نفسهم وليهم مجتمع. فمعنى ان انت تواجدتي بالصوره دي في الحاجات البسيطه، هي صحيح لعبه بس الحاجات البسيطه اللي انت عارفاها وانا متوقعتش. فبرافو عليك يا دكتور وبرافو عليك يا ساندي ان انت قريبه جدا من ماما. وعجبتني برضو كلمه ماما ان ساندي ملتزمه وان ساندي لما بتاخد قرار بترجعي لها، وموضوع التزامك في النشاط اللي انت بتحبيه ومالكيش قوي في موضوع السوشيال ميديا، وده شيء كويس جدا يا بنتي يعني ربنا يوفقك فيه وتفضلي على كده. انا سعيده جدا جدا باستضافتكم النهارده واشكركم على جرأتكم ان انتوا تيجوا، لان الصراحه في امهات كتير خافوا وقالوا لا احنا مش هنقدر نعمل كده قدام بعض. وان شاء الله باذن الله نتقابل تاني، وان شاء الله يا ساندي تروحي باريس زي ما انت عايزه باذن الله وتبقي باليرينا عالميه. اشكركم جدا وجودكم معايا اعزائي المشاهدين بالفقره الخفيفه دي اللي حبيت اختم بيها معاكم. سعدت بلقائكم ويا رب تكون الحلقه ان شاء الله اسعدتكم النهارده، واشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج ايامنا الحلوه.